أربعة شارع شريف. سلسلة محلات خير زمان من المحلات اللي أنا شخصياً بحب أخش أشتري من عندهم الجبن. الجبن عندهم حلو قوي، الخضار، الفاكهة، اللحمة، الفريش، الكلام ده كله. وعندهم دلوقتي أكتر من 65 فرع في أغلبية محافظات مصر. هنتعرف أكتر وأكتر عن الأوفرز كمان، أو العروض اللي بيقدموها لكل حبايبهم، هقول عليهم حبايبهم. وفي حاجة جميلة وهم جميلة قوي هم عاملينها دلوقتي، موجودة على صفحتهم على الفيسبوك زي مسلسل كده كمان، هنتكلم عليه ونعرف فكرته جت ازاي. خليني كده ارحب النهارده باستاذ خالد حسين، المدير العام لسلسلة محلات خير زمان. اهلا بيك، أهلا بيك. منور ومشرف، ربنا يخليك. وخلونا كمان نرحب براجل فنان في الحقيقة، بيعمل شغل حلو قوي، عامل برنامج انا شخصيا كنت دايما احب اتفرج عليه. فخلينا نرحب المخرج والفنان استاذ احمد الجارحي. اهلا وسهلا. اهلا والله، انا بحبك قوي. ربنا يخليك والله العظيم. انا كمان والله ربنا يخليك. اهلا وسهلا بيك. طيب هبتدي باستاذ خالد حسين، وكلمني كده عن خير زمان والحاجه اللي بتيجي اول حاجه في ذهن الناس دلوقتي، العروض. طبعا العروض ده اهم حاجه. انتوا مشهورين بالعروض بتاعتكم. طبعا بالنسبه للسلاسل احنا بنعمل يعني العروض بتاعتنا او مجلاتنا بيبقى مرتين في الشهر. بنحاول نغطي كل الاحتياجات بتاعت البيت. الاول هي السلسله كانت عباره عن فروع كبيره شويه. احنا دلوقتي الكونسبت الجديد بتاعنا شغالين ان احنا بحاجه اسمها النيبرهود ستور. المقاسات الصغيره. المقاسات الصغيره يعني الاول الفرع كان بتتكلم فوق ال 600 متر يعني، او متوسطه حوالي 500 متر. اوكي، النهارده لا، احنا شغالين في المساحات اللي هي من 200 ل 350. دي بالنسبه لي افضل، انا بخش الاماكن الواسعه دي بتوه وما بعرفش اشتري اي حاجه. بالنسبه للمقاسات الصغيره دي اسمها الكونسبت احنا شغالين بيه اسمه النيبرهود ستور. اوكي، اللي هو احنا جايين لك عند بيتك. يعني بمعنى ان احنا هننتشر بعدد فروع كتير جدا، بحيث ان حضرتك ان شاء الله باذن الله تقدر وانت في بيتك تقدر، يعني مش محتاج العربيه، يا دوبك تقدر تنزل، تقدر المدام او حتى الولد الصغير يبقى امن ان هو يبدا ينزل في الفروع بتاعتنا دي. اوكي، اشمعنى الجبن عندكم؟ ايه السر في الجبن؟ الجبن عندنا احنا مشهورين بيها، فريش وحلوه، وجبن مصري وجبن بتاعت بره. احنا عندنا الجبن المستورده وعندنا الجبن المصري بلس الخدمه اللي بتتقدم ورا الكاونتر يعني. البضاعه موجوده في كل مكان، لكن هي اهم حاجه احنا بنفرق ايه عن البقال الصغير. اوكي، اللي هو اللي جنب البيت. احنا الطرق بتاعت التخزين بتاعتنا بنعتمد على القواعد العامه للغذاء الامن، اللي هو مثلا زي درجات الحراره. يعني معظم البقالين بتلاقي حاطط معظم بضاعته او معظم ثلاجاته بره المحل في الشارع. اوكي، لكن انت لا، احنا عندك ده استحاله يحصل كده. درجات الحراره ماشيين على المعايير العالميه يعني، زي العالميه. بالظبط. يعني ادي لك مثلا صغير، حتى التكييف نفسه، التكييف لو حصل فيه حاجة ده بيأثر على التلاجة نفسها. صحيح، صحيح. ودرجة تبريدها وبالتالي الفود اللي جواها يعني. صحيح. أوكي. طيب خليني بقى أرجع لأستاذ أحمد الجرحي، وأنت عامل فكرة لذيذة قوي. أوكي، اللي هي مسلسل اسمه إيه؟ لا كاسا دي بابيل، ماني هايست. اللي أنت عامله بقى اليوم اسمه فرقة عروض. فرقة عروض. مأخوذة عن فرقة عروض. دي عبارة عن إيه؟ اشرح لنا كده. وأنا عارف إن هم هيبقوا 16 حلقة تقريباً. هيبقوا موجودين على صفحة الفيسبوك الخاصة بخير زمان، وهننزل دلوقتي صفحة على الشاشة عشان الناس تخش وتتجاوب وتعرف هم بيعملوا إيه. احكي لنا بقى القصة. بص، تعالى نقول الموضوع من الأول. ماشي. هم يعني هي يشكروا كتيم ماركتنج طبعا ان هم يوافقوا على الفكره المجنونه دي. فكره انت كل افكارك مجنونه. لا مش كلها حلوة. والله هي حلوه، هي بتيجي صدفه والله، هي ارزاق، هي اوت اوف ذا بوكس. يعني الحمد لله. خلينا نقول خارج طبعا هو ده المهم عشان تبقى مميز. صحيح. فالفكره جت من انه هم كل اسبوع بيبقى فيه عروض على المجله او الفلاير. طيب الفلاير احنا معظمنا ممكن نمسك الفلاير، في اللي بيهتم انه يشوفه، في اللي بيكبر دماغه يعني. طب تعالى نحول الفلاير ده لحاجه تبقى مسليه. فكان الفكره من خلال ان احنا تعالى نعمل كل اسبوع اعلان او برنامج او او او. فاقترحت الفكره عليهم الحقيقه انه احنا طب ما تيجوا نعمل يا جماعه الموضوع بشكل اعلاني درامي مسلسل. احنا الكونسبت بتاعنا دايما كمصريين احنا بنحب روبن هود قوي. اللي هو جلاب الحقوق. ايوه، هو ده اللي بيجيب لنا حقي. حقي. فايه المشكله ان احنا نحاول ان احنا نجيب الكونسبت بتاع روبن هود اللي هو متاخد من ماني هايست ده، ونخليه انه الاشخاص دي بتخش
الفرع وتجيب لنا وتعمل لنا خصومات على العروض. الحقيقه يشكروا طبعا ان هم وافقوا، مش ده مش سهل ان حد يوافق على الكونسبت ده. فالمسلسل ببساطه هو مش ماخوذ عن لاكاس دي بابيل، لا هو الفكره انه واحد تاثر قوي بشخصيه البروفيسور في لاكاس دي بابيل، تاثر بشخصيته وقرر ان هو يكون عصابه. العصابه دي هتخش فروع خير زمان وكل اسبوع هتعمل خصومات على منتجات معينه. بس ده بشكل درامي بقى، يعني في احداث جوه. مين بقى العصابه؟ ممثلين كلهم جداد، فيهم بس اسامه الهادي ده مغني، وحاتم عمر، ناس كلهم ممثلين. ما فيش بنات وسيدات؟ وثلاث بنات. ايوه كده، اقول اساميهم والنبي، ايمي وساره ومريم. ايوه دول اهم حاجه. دول الاساس، دول على راسنا. طب دلوقتي انتوا عملتوا ثلاث حلقات موجودين؟ اربع حلقات، اللي احنا دلوقتي في الحلقه الرابعه، نزلت امبارح. هي كل خميس. كل خميس. كل خميس على أوكي. دي انا بالنسبه لي فكره حلوه جدا، مبتكره جدا. الحمد لله. وتسويقيا فكره حلوه، ان احنا نبقى خارج الصندوق، ما بنعملش اعلان عادي او بنسوق الحاجه بطريقه عاديه. فانا بشكرك ان انتوا وافقتوا له ان هو بالزبط. يعمل حاجه زي هي دي. انت بتربط اللي انت بتشوفه في التي في كاعلان لما بتخش جوه الفرع، ممكن حتى كمان ايفن الواي اوف ديسبلاي طريقه العرض، وبنستخدم كمان الكاركترز دي ممكن تشوفها جوه. اوكي حلو ده. فده في حد ذاته هيعمل ربط ما بين الاعلان وما بين المنتج نفسه. يعني انا عارف ان بكره ان شاء الله هيتم افتتاح الفرع رقم 66. 66 ان شاء الله باذن الله في الاقصر. الاقصر ده اول فرع في الاقصر؟ لا لا، تاني فرع في الاقصر. انتوا في الصعيد في كل حته تقريبا؟ احنا تقريبا، احنا الخطه بتاعتنا السنه الجايه ان شاء الله باذن الله ان احنا تغطي كل الجمهوريه، المحافظات، كل المحافظات. ايه المحافظات اللي انت مش فيها؟ والله احنا لسه في حاجات كثيره لسه مش فيها. احنا الفيوم، المنيا، اوكي، مش موجودين. فعندنا الخطه اللي جايه ان شاء الله مينيمم اقل حاجه 60 فرع يعني. ان شاء الله ان شاء الله تكفر كل المحافظات باذن أوكي. الله اوكي. انتوا بصراحه منتجاتكم حلوه، وانا عاجبني قوي فكره ان انتوا تعملوا الفروع الصغيره، لان انا شخصيا ما بعرفش اخش اشتري من مكان واسع وقدامي حاجات كتير قوي ما اعرفش انقي. وعايز اقول لك حاجه، بنتوه. الفرع الصغير نفسه انت فيه المنتجات اللي هي الاساسيه، الاساسيه اللي بيحصل عليها تكرار. ايوه، يعني بمعنى في نظريه بتقول لك الـ 820، فاحنا واخدين من 20 واخدين الـ 80. اوكي. فالقصه كلها ان انت منقي اسرع تيرن اوفر للبرودكت نفسه. وحطه يعني اللي هو بيغطي كل احتياجاتك انت. أوكي. انت مثلا، كلنا خلينا نتكلم برضو بكل صراحه، كله بيعمل الشوبينج اللي هو الشوبينج العالي بتاع اول الشهر من مكان ما، لكن طب بقيه 29 يوم بيبقى محتاج ايه؟ محتاج النيبر هود ستور. لا بس انا ليه ما اعملش برضو الشوبينج بتاع اول شهر جاهزين. من المحلات الصغيره؟ جاهزين. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لان احنا برضو عندنا، احنا شعب للاسف استهلاكي جدا، ونقطه الحاجات اللي بيجيبوها دي يا اما ملهاش لازمه يا اما بيرموها. طب انت عرضت نقطه حلوه جدا، ان الناس كانت بتاخد عبوات كبيره. العبوات دي ممكن تكون اكتر من احتياجاتهم فبتفضل موجوده. فدلوقتي حتى النيبر هود ستور ده بيبقى معظم الايتمز اللي موجوده فيه او البرودكت اللي موجود فيه، مثلا لو الرز ال 5 كيلو موجود، بس برضو موجود الكيلو. فده بيسهل عمليه. لا لان انا ساعات بشوف الناس بتشتري حاجات ملهاش اي لازمه كتير، واللي بوظ الناس وطريقه الشوبينج بتاعتنا الكريدت كارد. انا احب اخش، انا استحاله اخش في مكان زي ده معايا كريدت كارد عشان ما اقعدش اجيب حاجات ملهاش لازمه. هنزعل في اخر. انا داخل معايا 200 جنيه هشتري بيهم او اقل منهم. خلاص عشان ما ازعلش. هنزعل. بس هي العصابه بتاعتك بتزعل. برضه القصه احتياجاتك الاساسيه موجوده، زائد ان العروض ساعات بتغطي جزء كبير من الاحتياجات الاساسيه دي. اوكي. وانتوا عندكم خدمه توصيل المنازل اللي هي 16007. بالظبط كده. مظبوط. دي في كل الفروع؟ موجوده. في كل الفروع. طيب قبل بس ما اختم مع حضراتكم، عايز اعرف من احمد الجرحي، انت مشاريعك ايه اللي جايه؟ بتعمل ايه؟ هنشوف حاجه جديده؟ يعني ان شاء الله يا رب كده. على اول السنه بحضر بقى الحاجه ليا انا، يعني برنامج؟ لا مسلسل ان شاء الله. حاجه ديجيتال كده، مسلسل ديجيتال. يعني هو دلوقتي المستقبل كله اصله للديجيتال. هو الديجيتال. وايه المسلسل بقى؟ هتبقى اربع خمس دقائق برضو؟ ما هو بص، كل ما تكون صديق الباقه كل ما يكون احسن بكتير قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكرنا اتغير خالص. ما دي كمان الحاجه الثانيه، انه احنا بقينا في زمن ارايف تو ليت ليف تو ايرلي، يعني اوصل للحدث بسرعه. يعني بقى الجيل الجديد كله اللي انت بتخاطبه، انت انجز، عايز تقول ايه؟ انا هقبض ايه من المشهد ده؟ بقى هي الدنيا بقت كده. اربع خمس دقائق، ان احنا طبعا هي معادله صعبه قوي ان انت تكتب سكريبت، تعمل حوار درامي. لا بس انت قدها ودود. يا رب والله، ربنا يخليك. جود لك ان شاء الله. اول ما بتديها لازم تيجي هنا نعمل لك دعايه ليها. اكيد اكيد. حضرتك كنت هتقول حاجه؟
لا انا بتكلم على حته الميديا دلوقتي والسرعه اللي فيها. يعني مين فينا مش قاعد ماسك الجهاز بتاعه تقريبا 24/7؟ لا انا لا انا ضد ده. وما اصحابي يقولي البيت بخليهم يسيبوا الموبايلات بره في العربيات. طيب والله كويس. انا اقعد وانا اقعد بموبايلي لوحدي وازن لهم. انا قاعد بموبايلي. هو ده الصح. الراجل ده فاهمني. انتوا شرفتوني نورتوني بجد. اشكركم. بشكر استاذ خالد حسين المدير العام لسلسله خير زمان على وجوده معانا النهارده، وانهم راعي لاربعه شارع شريف، وجود لك ليهم ان شاء الله فروعهم تلاقوهم فروع الخاصه بيهم تكون في كل مكان في الجمهوريه. كمان شكر خاص جدا للمخرج الفنان اللي دايما بيعمل حاجات اوت اوف ذا بوكس او خارج الصندوق، حاجات جديده ومختلفه، احمد الجرحي. وبقول له ميرسي ان انت جبت لنا النهارده اربعه شارع شريف، وميرسي على الدعايه المختلفه اللي انت عاملها لخير زمان. اشكركم جدا. ميرسي ليكم. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معانا لو سمحتوا.